رجعت تطبخي تاني اهو كويس. عمر محتاج يرجع ياكل اكل صحي زي الاول. اللي محتاجه عمر منك يا فريده اكتر من الاكل بكتير. فريده خرجي عمر من الخلافات اللي بينك وبين امجد. الولد مش ناقص، ده فيه اللي مكفيه. عمر اتحرم من حاجات كتير غصب عنه وغصب عننا باراده ربنا. ما نجيش احنا بقى بارادتنا ونحرمه كمان من ابوه. ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش. لا اكل يا عمر. انا عندي اسباب اللي تخليني ابعده عن ابوه. مهما كانت الاسباب مفيش مبرر يخلينا نحرم ابن من ابوه ولا من امه. بص يا فريده، هو كمان ما ينفعش ياخد قرار انه ياخد ابنه منك، وانا لا يمكن اوافق على حاجه زي دي ابدا. فريده انا عارف يا بنتي ان بينك وبين امجد مشاكل كبيره وكتيره. ياسمين قالت لي ان قبل حادثه اختك الله يرحمها انت لميتي له حاجته ورميتيها بره البيت. ايه؟ ليه؟ وقالت لك ايه تاني؟ هي ما قالتش تفاصيل. قالت لك ان هو قتلني؟ ايه؟ اقصد يعني انه كان مخبي سكينه ورا ظهره وضربني بيها. عارف يعني ايه احساس الخيانه والغدر؟ كل ده مش مبرر ان ابعده عن ابني؟ ولا انت بتدافع عنه عشان هو زيك؟ أقصد يعني راجل زيك يا بابا. لا أنا بدافع عنك عشان بنتي ضمايا، بس لازم أدافع عنك في الحق. ما تقلقش يا بابا، أنا قريب قوي حسبت لك إن أنا عندي حق. نظر الحق حق، مش مهم انا شايف ايه، المهم انت بتعملي ايه.